معايا عبر الهاتف الان كابتن الكبير كابتن حمد ابراهيم المدرب العام لفريق الاسماعيلي. يا كابتن حمد مشرف ومنور كالعاده. حبيبي يا كيمو، اهلا وسهلا بيك. اخبارك ايه؟ حبيبي يا كيمو، ربنا يخليك. الفوز النهارده كان فوز مهم جدا، وبالتاكيد فوز صعب ومهم لمسيره الفريق في جدول ترتيب الدوري الممتاز. والله الحمد لله يا كريم، الحمد لله. يعني مباراه جيده جدا في اجواء صعبه جدا، الحمد لله رب العالمين، بحمد ربنا. 3 بونت كانوا مهمين جدا لينا مع فرقه كبيره، ويعني الاسبوع اللي فات كله اشتغلنا على شغل ان احنا ازاي ناخد الثلاثه بونت، وحتى النهارده لعبنا بشكل مختلف جدا. فالحمد لله رب العالمين ان احنا قدرنا ناخد 3 بونت من فرقه كبيره، وتحسنوا بقى شويه في الجدول، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن ان شاء الله. انا واقف كتير يا كابتن حمد، وقول لي بقى انت رايك الفني ايه وشغلكم الفني، بس واقف كتير عند التحسن الكبير على المستوى الدفاعي بالنسبه للاسماعيلي. كتير من المباريات كنتوا بتشتغلوا فيها كويس جدا، بس كثير من الاخطاء كانت بتضيع نقاط سهله. انا حاسس ان الاسماعيلي بقى افضل دفاعيا بشكل كبير يا كابتن حمد. والله الحمد لله يا كيمو، يعني مش عايز اتكلم في الحته دي، لان فرق العالم كلها الفرق الكبيره بيحصل منها الاخطاء ديت واخطاء وارده، لكن مهم ان انت يبقى عندك ثقه في اللعيبه وهي بتادي، وحتى لما بيبقى في حد بيعمل خطا من غير مقصود، فانت ازاي بتقف جنبه، ازاي بتدعمه، لكن ما بيبقاش وازاي يا كابتن حمد تطوره، مش عيب برضه يعني نطور اللعيبه. لا اكيد اكيد. واحنا بص يا كريم، تصحيح الاخطاء وتطوير الاخطاء في الخط الدفاعي ده لازم كل تمرين بنقعد نتكلم احنا والمدافعين، وازاي بنصلح بعض الاخطاء اللي احنا بنقع فيها. لكن الثقه الكبيره يا كريم، ان انت وانت بتعمل الغلطه الغير مقصوده، ان في مدرب عنده ثقه كبيره جدا، ما بيتهزش، لا مش من اول غلطه يشيل اللعيب ويخرجه، مش من اول غلطه ينهر اللعيب بطريقه تخلي اللعيب يفقد الثقه في نفسه. الحاجات دي كلها يا كريم جوه التطوير نفسه، لان لو انت بتطور في اللعيب وانت اصلا مش مديله الثقه دي بتحصل عنده هزه. صح. لكن انا بقول الحمد لله رب العالمين، طبعا مع خط الدفاع اللي انت بتقول عليه تطور كتير جدا، لكن عندنا لعيبه الحمد لله رب العالمين. الناس ما بتبقاش متوقعه كريم ردود فعل بعض الجماهير، انا بعذرهم طبعا قبل بدايه المباراه لما بيشوف التشكيل بيبقى مخطوط جدا، وبيقول لك لا ده الكابتن ايهاب بيعمل حاجه، لا ده المفروض ما يعملش، واحنا بنحترم كل الاراء ديت، لكن في الاول وفي الاخر انت مش موجود معايا في الفرقه، مش موجود ليه احنا بنحط الفرقه دي؟ ليه اللعيب ده بيشتغل؟ ليه النهارده انت مقعد عبد الرحمن والساعي؟ ليه ولاعيبه كبار مع حاتم سكر بره، مع مجموعه كبيره وعصام وعلي الملواني والناس اللي كانت قاعده بره، انت ليه بتخلي التشكيله دي يا كريم برضه ليها هدف في طريقه اللعب؟ لان احنا النهارده غيرنا طريقه اللعب وخلينا لعبنا بشكل معين، سيبنا الكره فترات كبيره من رجلنا، لكن كنا عارفين ان احنا لما بناخد الكره نقدر نتصرف فيها ازاي، لغايه ما نزل برضه عبد الرحمن والساعي وهشام في نص الملعب، فبقى عندك سيطره في بعض الاوقات، وبننقل ازاي الكره نروح نص الملعب الثاني. لكن هتحصل عليك فرص يا كريم، وهيحصل عليك بعض الاخطاء، ده موجود في الكوره، هيحصل ده طبعا، ما تقدرش تمنع الكلام ده يا كريم. صحيح. لكن كابتن حمد انا حاسس، وانا كنت لسه بقول الكلام ده منذ لحظات، انه الهدف ما بقاش مجرد البقاء في الدوري والابتعاد عن منطقه الخطر، الهدف دلوقتي مركز جيد الاسماعيلي في جدول الترتيب في نهايه الموسم. هل احساسي وتوقعي ده صحيح؟ والله يا كريم احنا كل مباراه بنلعب بنفس الاحساس دوت، احنا خلاص وصلنا للعيبه الثقافه ان انت كل مباراه بنلعب على فوز يا كريم. ممكن يحصل بعض الريسك في اوقات كتيره، لكن فريق كبير زي النادي الاسماعيلي واسم النادي الاسماعيلي لو ما عملتش فيه الريسك دوت هيبقى عندك مشكله. فكابتن ايهاب بيحط ريسك معين لبعض اللعيبه ان احنا بنلعب باشكال لعب مختلفه. في الاول وفي الاخر انت طموحك ان انت توصل لمكان كويس، اسم الاسماعيلي كبير قوي يا كريم، مع الجماهير بتاعته كبيره جدا، عندهم امل كبير جدا ان الفرقه ترجع. واحنا اتكلمنا يمكن انا وانت من حلقات سابقه واحنا مع بعض. صح. ان احنا ازاي ترتب بقى البيت ده، وازاي واحده واحده تخلي فرقه الاسماعيلي بدل ما نقعد يا كريم، كنا لغايه اخر مباراه نقعد يعني بنقول يا رب الاسماعيلي يقعد واحنا بره مش موجودين فيه. لكن دلوقتي الحمد لله رب العالمين عندك 7 اسابيع وانت الحمد لله في بنط معقوله جدا، مش في احسن حال، لكن الحمد لله رب العالمين عامل شكل اداء جيد جدا، اللعيبه بتحاول تأدي. فانا بقول كل دي مميزات يا كريم، ان شاء الله نبني عليها. لا انتوا ماشيين بشكل رائع جدا يا كابتن حمد، ودايما بنفرح ونفرح وننبسط باداء النادي الاسماعيلي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن الكبير كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للاسماعيلي. حلو حلو الكلام.